بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة جامعة الإسراء، معكم مدرس المساق دكتور مجاهد جبر الحاج، أستاذ العلوم السياسية. نلتقي بكم اليوم في المحاضرة التاسعة بمساق الجغرافيا السكانية الفلسطينية في الديموغرافيا الفلسطينية في حسابات الأمن القومي الإسرائيلي بمأزق الديموغرافيا والتنمية البشرية. مأزق الديموغرافيا والتنمية البشرية: لقد أدرك الإسرائيليون إيزاء المعطيات الديموغرافية التي سبقت في المحاضرة السابعة والثامنة، والتي لا تعمل لصالحهم مع مرور الوقت، حجم المخاطر التي تهدد أمنهم القومي في دولتهم اليهودية التي يحاولون إعطائها عبثاً صفة الدولة الديمقراطية التي من المفترض أن تكون لجميع مواطنيها، وفجأة وجدوا أنفسهم أمام معضلة بالغة التعقيد عندما أدركوا أنه من المستحيل عليهم أن يكونوا ديمقراطيين وفي الوقت نفسه يحتلون أرض شاسعة مأهولة بهذه الكثافة السكانية. وكان لابد من إيجاد رد على هذا التحدي. هنا طرحت فكرة ارتكاب المجازر الجماعية لإحداث حركة هجرة وافر وفرار من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مثلما طرحت أفكار الترانسفير والترحيل الطوعي أو بالإكراه. وفي هذا السياق شن الإسرائيليون على المجتمع المدني الفلسطيني حرب تنمية بالغة الضراوة، وفرض الإسرائيليون حصارا كاملا لا ينقطع على الضفة والقطاع، وعملوا على تدمير كل ما بنته حكومة رابين منذ العام 1993 من بنى تحتية لحكم ذاتي قائم على أساس اتفاقيات أوسلو. وهكذا رسمت وطبقت السياسات الاقتصادية الجائرة والقاتلة إزاء الاقتصاد الفلسطيني من أجل تفكيكه وإعادة هيكلته لصالح الاقتصاد الإسرائيلي. وقد أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة بتاريخ 5/12/2002 أن هناك أكثر من 260 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية يعانون البطالة، أي ما يشكل 40% من إجمالي قوة العمل الفلسطينية في عام 2000. وقدر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسون بأن أكثر من مليون فلسطيني يعانون من خسائر حادة في مداخيلهم، وهو ما يقارب ثلث الشعب الفلسطيني. وقال إن التقدم الذي تم تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية قد جرى تدميره خلال شهرين من الصراع، وأعرب عن قلقه من ارتفاع نسبة الفقر التي تصل بين الفلسطينيين في الضفة والقطاع إلى 32% حسب إحصاءات البنك الدولي، مؤكدا أن نصف الفلسطينيين يعيشون بأقل من 2.1 دولار أمريكي في اليوم. ولفت إلى أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني زادت عن 500 مليون دولار في 60 يوما الأولى من الأزمة فقط. وحذر لارسون إسرائيل من نتائج إغلاق الحدود مع الفلسطينيين، لأن البطالة والفقر ينتجان الاستفزاز. خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الأول من انتفاضة الأقصى نتيجة للسياسات الاحتلالية أثناء فترة انتفاضة الأقصى. قدر مكتب الإحصاء الفلسطيني في دمشق خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الأول من الانتفاضة بنحو 6 مليارات دولار أمريكي، وارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر إلى 45.5% من إجمالي السكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع. وقدر الجهاز الإحصائي الفلسطيني في رام الله خسائر الاقتصاد الفلسطيني يوميا بنحو 8,400,000. ومع أشهر الانتفاضة الأولى التي جاءت ردا على الاحتلال وسياسته الاستيطانية والاقتصادية، واجه المجتمع الفلسطيني أزمات مستعصية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في ظل غياب الدعم العربي الذي لم يرقى إلى حجم التحدي الحاصل في المواجهة العنيفة مع
ما بين المجتمع الفلسطيني والجيش الإسرائيلي الرسمي وجيش المستوطنين المدججين بمختلف أنواع الأسلحة، ما تسبب بتصعيد الأزمات المعيشية والأمنية والاجتماعية في صفوف الفلسطينيين، ولا سيما مع سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعوقين، مما يزيد من أعباء العائلة في ظل غياب معيل الأسرة وغياب أعداد كبيرة من قوة العمل الفلسطينية، الأمر الذي يهيئ الأسباب والظروف الملائمة لعمليات الترحيل الطوعية والقصرية معا. والجدير بالذكر أن تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة ما بين 1990-2002 تخلو من أي إشارة إلى اتجاهات التنمية البشرية في الضفة والقطاع، حيث أثرت الإجراءات الإسرائيلية المبرمجة سلباً في المؤشرات ذات الدلالة على التنمية المذكورة. فمنذ عام 1967 كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد عمدت إلى اتخاذ إجراءات تعسفية على صعيد الاستيطان والتدابير الأمنية والاحترازية، أدت في نهاية المطاف إلى تغيير انطلاقة مستقلة بما فيها التنمية البشرية التي أصبحت معياراً لتطور الأمم والشعوب. والسنوات المقبلة مرشحة لأن تشهد المزيد من التخلف والحصار بوجه التنمية البشرية الفلسطينية، حيث نجد أنه بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 1800 فلسطيني وجرح نحو 36,000، كانت خسائر الاقتصاد الفلسطيني أيضاً كبيرة وقدرت بنحو 7,500,000، بحيث تراجع الاقتصاد الفلسطيني وبات يعمل بنحو 2% من قدراته، ونتيجة ذلك تراجع دخل الفرد إلى أقل من $650 في السنة في نهاية العام 2002 مقابل أكثر من $1,700 عشية انطلاقة انتفاضة الأقصى في نهاية أيلول 2000. ومع تراكم معدلات البطالة التي فاقت 65% من حجم القوة العاملة ووصول معدلات الفقر إلى نحو 60% من المجتمع الفلسطيني بسبب الإجراءات الإسرائيلية من إغلاق وتدمير للبنى التحتية، لا بد أن يزداد الوضع سوءا، خصوصا مع ازدياد السكان وتراجع الناتج المحلي وتراجع الخدمات الصحية وارتفاع كلفة المعالجة، ما يضع التنمية الاجتماعية الفلسطينية في حالة تدهور مستمر. والأخطر من ذلك أنه نتيجة المعازل والحواجز الإسرائيلية التي قسمت الضفة إلى 64 معزلا والقطاع إلى 3 معازل، فقد حصل تدهور كبير في الأوضاع الصحية والدراسية للشبان والأطفال الفلسطينيين. الاستهدافات الصهيونية الحالية لجهة حماية عناصر ومقومات الأمن القومي الإسرائيلي على حساب عناصر ومقومات الأمن القومي الفلسطيني. على ضوء ما تقدم من مؤشرات خطيرة على صعيد الصراع الكمي والنوعي بين الديمغرافيا الفلسطينية والديمغرافيا اليهودية، يمكن تعداد الاستهدافات الصهيونية الحالية لجهة حماية عناصر ومقومات الأمن القومي الإسرائيلي على حساب عناصر ومقومات الأمن القومي الفلسطيني على الوجه التالي: 1- السيطرة اليهودية على موارد الأرض الفلسطينية والمياه والموارد الطبيعية فيها. 2- تقطيع التواصل والاتصال الحيزي الجغرافي والعمراني والقروي الفلسطيني وشردمته إلى وحدات تتصل بواسطة حيز مكاني تسيطر عليه المستعمرات. 3- تكوين أطر ونظم إدارية وبلدية مزدوجة وثنائية للنظم الفلسطينية، الأمر الذي يسبب ازدواجية إدارية، وذلك في مقابل إحالة النظم والقوانين الإدارية الإسرائيلية على جزء من الأراضي الفلسطينية. 4- تخطيط وتنفيذ بنى تحتية مرتبطة بإسرائيل ومنع الفلسطينيين من السيطرة على هذه البنى بهدف استغلالهم. 5- تعميق تبعية المجتمع الفلسطيني وخصوصا القروي من خلال توفير فرص العمل في قطاع البناء والعمالة الرخيصة والصناعة التي تطورت في المستعمرات، وبذلك تلحق اقتصاد هذه القرى بالمستعمرات، الأمر
الذي يحول دون استغلالها الاقتصادي. الاستراتيجيات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. إن الاستراتيجيات أو هذه الاستراتيجيات التي تشمل النواحي الحيزية المكانية والإدارية والاقتصادية تؤدي إلى تقليص فرص الحراك التنموي الفلسطيني، لا سيما وأن مفهوم إسرائيل للصراع بشأن الأرض مع الفلسطينيين بعد اتفاق أوسلو هو أن هناك أرضا متنازعا عليها ما بين سلطتين، لا أراض محتلة كما كانت عليه الحال قبل الاتفاق، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التكافؤ بين السلطتين. وبنتيجة هذه المعادلة غير المتكافئة لأوضاع الفريقين المتصارعين، يمكن ملاحظة الاعتبارات السلبية التالية التي تطال المجتمع الفلسطيني تنمويا وديمغرافيا على حد سواء. 1- أن النمو الاستيطاني والديمغرافي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 من شأنه أن يقلص الموارد التي يمكن أن تشكل رافعة للتنمية البشرية الفلسطينية التي تعني الأرض بما فيها من مياه وخيرات والتنمية والتواصل الجغرافي، الأمر الذي يحول دون تحقيق تواصل عمراني وبيئي فلسطيني يأخذ بعين الاعتبار المصلحة والأهداف القومية الفلسطينية. 2- ازدواجيات إدارية ومؤسساتية فلسطينية وإسرائيلية في الحيز الجغرافي نفسه، يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل التنسيق بينهما والتعاون في واقع يشعر المستوطنون اليهود فيه بالفوقية وأنهم مسيطرون على موارد وأسباب القوة من خلال دولة إسرائيل وذراعها الضاربة الجيش الإسرائيلي. 3- تهديد الأمن الشخصي والعام للفلسطينيين بنتيجة التناقض بين المصالح الفلسطينية ومصالح الاحتلال ومستعمراته، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى اعتداء المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وتنغيص حياتهم ومعيشتهم. 4- إهدار الموارد المتوفرة في الأراضي الفلسطينية ونقلها إلى إسرائيل من خلال المستعمرات وتحجيم فرص التطوير الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني. 5- تقليص الاستقرار والشعور بالأمن داخل المجتمع الفلسطيني الذي لا يشعر بالأمان ما دام الاستقرار مهددا بتوسيع الاستيطان وتقطيعه له، وهو ما يجعل أولويات المجتمع الفلسطيني مركزة على عملية المواجهة السياسية والعسكرية لا على عملية التنمية، خصوصا وأن أي عملية تنموية تتطلب استقرارا سياسيا واجتماعيا ونفسيا للمجتمع بأسره ولأفراده. 6- ازدواجيات مؤسساتية وخدماتية فلسطينية نظرا إلى عدم التواصل الحيزي المكاني والتكافل الفلسطيني، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إهدار موارد كثيرة وقيام علاقات شائكة تعوق عملية التنمية مستقبلا. 7- سيطرة إسرائيل والمستوطنين على الطرق والمعابر التي تربط بين المناطق الفلسطينية والضفة الفلسطينية وقطاع غزة والدول العربية وغيرها من الدول، وهذه السيطرة تؤدي بدورها إلى ضبط ومراقبة انتقال البضائع والتسويق وحتى إقامة المؤسسات وإمدادها بالحاجات التي تساهم في انطلاقها وتنميتها، وهذا يعني أن السيطرة تؤدي إلى استمرار اعتماد الاقتصاد والتنمية الفلسطينية على إسرائيل وتبعيتها لها بحجة المستعمرات وحمايتها وتوفير احتياجاتها الأمنية والمادية. إسرائيل ومعطياتها الديمغرافية والأمنية. لما كان الهدف المركزي للمشروع الصهيوني هو إقامة الدولة اليهودية النقية، انطلاقا من مقولة الوطن القومي يحل المشكلة القومية القائمة على الوعي الذاتي، في النظر إلى أن اليهود في العالم يشكلون قومية، فإن الدولة القومية لم يكن لها أن تقوم إلا بالاستيطان الذي لا بد من أن يكون إجلائيا، أي أن يقيم الصلة الجديدة بالأرض المنوي استيطانها عبر قطع العلاقة القائمة بينها وبين سكانها الأصليين. وبناء عليه فلكي تصبح أرض فلسطين
قاعدة آمنة للمشروع الصهيوني لا بد من تهويدها كاملة أرضا وشعبا، وهذا يعني أن أمن إسرائيل القومي الاستراتيجي على هذا الصعيد يتطلب نجاحه في هذه المهمة، ألا وهي تهويد فلسطين أرضا وشعبا وتغييب سكانها الأصليين وإحلال مستوطنين يهود أو أشباه يهود بكثافة كبيرة مكانهم. لقد كان تعداد السكان عشية إعلان دولة إسرائيل في أيار 1948 كما يلي: 55 ألف يهودي و156 ألف عربي، وبسبب تزايد نسبة العرب قياسا إلى نسبة اليهود وحسب تصورات القادة الإسرائيليين ومساعيهم لتهويد الأرض والسكان، صور مراكز التخطيط الإسرائيلية القلق. ففي العام 1970 بلغ عدد السكان 3,022,000 و100 نسمة، منهم 2,582,000 يهودي و400 ألف عربي داخل حدود الدولة عام 1948 من دون سكان القدس الشرقية. فبحثت إسرائيل في حينه ما سمي حل المشكلة الديمغرافية، ومن أبرز الوثائق التي حملت مقترحات التخلص من هذه المشكلة مذكرة إسرائيل كينغ، وجاءت فيها الإشارة إلى واقع لواء الشمال حيث تعيش أكثرية عرب إسرائيل وموقعه الجغرافي ووضع السكان اليهود فيه، فإنه يبرز المشاكل التي نشأت حديثا وما قد ينجم عنها على المدى القريب والبعيد. فالطمأنينة الاجتماعية والاقتصادية تمنح العرب من حيث يدرون أو لا يدرون متسعا من الوقت للتفكير في أمور اجتماعية وقومية. وأرفق كينغ مذكرته بالمقترحات التي تبرز وجها عنصريا في السعي لإكراه العرب على مغادرة أراضيهم أو إغراقهم في مشكلات العيش الصعب والمرير حتى لا يواكبوا قضاياهم الوطنية والقومية. إسرائيل والتخلص من العبء الديمغرافي. ومنذ السنوات الأولى من إعلان الدولة تركزت الإجراءات وسنة القوانين في سبيل التهويد، فقامت إسرائيل بنزع ملكية وحقوق العرب الذين غادروا وأصبحوا لاجئين، وقلصت ملكية وحقوق العرب الذين بقوا تحت الحكم الإسرائيلي. ومن أهم القوانين التي صدرت كما سبق وأشرنا قانون العودة لعام 1950 بخصوص هجرة اليهود إلى فلسطين وتمتعهم بحقوق كاملة، وقانون أملاك الغائبين لعام 1950 أيضا بخصوص الأراضي العربية والمنازل والممتلكات التي غاب أصحابها عنها، وقانون أملاك الدولة لعام 1950، وكذلك قانون الجنسية لعام 1952، وقانون استغلال الأراضي لعام 1953. وقد واجهت إسرائيل مشكلة جديدة بعد احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967، فإضافة إلى مشكلة الجليل الديمغرافية أدخل الاحتلال كتلة بشرية كبيرة، فأصبحت رقعة الأرض تسيطر عليها الدولة التي تسيطر عليها الدولة تحتوي على عدد من العرب يهدد مبدأ يهودية الدولة. وكان الأمل معقودا على هجرة كبيرة من يهود العالم إلى إسرائيل بعد تلك الحرب، إلا أن ذلك لم يتحقق كما هو مطلوب، ولم تحقق عملية الاستيطان البشري تناسبا مع الرقعة الجغرافية المحتلة. وتعويضا عن ذلك ومن أجل الاحتفاظ بالأرض تحركت الآلة العسكرية بكل شراستها ووحشيتها لإغلاق الفراغ الحاصل، ومثلما كان الجيش عام 1948 أداة إنشاء الدولة، فهو أصبح منذ العام 1948 وما بعدها أداة توسع هذه الدولة. وفي سبيل التخلص من عبء الديمغرافيا الفلسطينية بتبعاتها الأمنية والجغرافية، اعتمدت إسرائيل سياسة الجسور المفتوحة مع الأردن التي تهدف إلى إنجاز حركة استنزاف ديمغرافية اقتصادية. وتضمنت تلك التسهيلات إجراءات متشددة تعطل عودة الفلسطينيين المغادرين، أما تخطيطها الاستيطاني فبسبب ضعفه العددي كان يركز توزيعه في كتل
أو أطواق لخدمة استراتيجية الفصل بين الفلسطينيين والوصل الاستيطاني اليهودي. المشاريع الإسرائيلية لتخفيف العبء الديمغرافي. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قد طرحت بعد حرب عام 1967 مشروعاً يعرف باسم مشروع آلون من أجل التسوية في الضفة والقطاع، وهو يهدف إلى تخفيف العبء الديمغرافي ويركز في جوهره على مقولة أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب. ولكن التناقض بين التيارين الصهيونيين في إسرائيل اللذين ينادي إحداهما بيهودية الدولة والآخر بأرض إسرائيل الكاملة عرقل اتخاذ القرار المفضي إلى حل سياسي للاحتلال. وكان الليكود على رأس اليمين الصهيوني قد اعتقد أنه من خلال غزوه للبنان عام 1982 سيحقق هدفه القومي في تغييب الفلسطينيين سياسيا من المعادلات ومن حلبة الصراع، وبذلك يضمن على الأقل انكفاء الحضور الرمزي والاعتباري للديمغرافيا الفلسطينية بصفتها تشكل شعبا له حقوق على أرضه. إلا أن الفترة منذ العام 1987 وحتى اليوم شهدت تطورا نوعيا حدد أمن إسرائيل بالذات داخل الخط الأخضر، وتمثل في الانتفاضتين اللتين أثبتتا بهتان الزعم الإسرائيلي بأن فلسطين هي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. والآن وبعد أكثر من 100 عام لم تنجح الصهيونية في تجميع أكثرية يهودية يهود العالم في فلسطين، وبهذا يمكن القول أن المؤسسات الصهيونية قد فشلت في أداء دورها كما كان متوقعا منها في إطار العمل الصهيوني العام. وإذ بدت هجرة يهود الاتحاد السوفيتي السابق إنقاذاً لتدهور الهجرة اليهودية، فإن أزمات داخلية نشأت عنها مما دفع إلى التحذير من عدم وجود تخطيط شامل لهذه المهمة حتى الآن في مجال السكن والأشغال. وقد اعتبر ذلك من الدلائل التي لا تبشر باستيعاب ناجح لليهود السوفيت، كما كشفت دراسة أعدتها دائرة الإنعاش في الهستادروت أن 50% من المهاجرين الجدد حصلوا على أعمال في إسرائيل أدنى من مستوى الأعمال التي كانوا يقومون بها في دولهم. إن خلاصة القول أن الأمن الإسرائيلي داخل رقعة الدولة وفي رقعة الاحتلال بات يشكل هاجسا حقيقيا وعميقا لقادة إسرائيل، مصدره الخلل الواضح في التركيبة الديمغرافية وبالتالي في آليات تطور المشروع الصهيوني نحو الدولة اليهودية ضمن إطار ما يسمى أرض إسرائيل الكاملة. ومن تداعيات هذا الخلل تبرز حقيقة المساعي المتناقضة للخروج من المأزق أو التخفيف من احتدامه، وهي تتمثل بنوع خاص في برامج التسوية التي تطرحها أطراف المؤسسة السياسية والعسكرية صاحبة القرار في إسرائيل. وفي هذا السياق جاء مصرع إسحاق رابين وتهاوي الحكومات الإسرائيلية ذات العمر القصير تباعا الواحدة تلو الأخرى مع رؤسائها من شامير إلى شارون، مرورا ببيرس ونتنياهو وباراك. خلاصة واستنتاجات: تبين على ضوء ما تقدم أن تهويد فلسطين من البحر إلى النهر في الواقع الموضوعي كان يستلزم مسارين متواكبين ومتكاملين. واحد، تهجير أعداد كبيرة من اليهود وتوطينهم فيها، وفي المقابل تغييب شعبها عنها بصورة أو بأخرى. إلا أن مقاومة الشعب الفلسطيني للاستيطان اليهودي جعلت منها مسارين متناقضين، الأمر الذي عرقل المشروع الصهيوني ومنعه من التطور بوتائر متسارعة كما كان يتمنى أرباب المشروع التوسعي الأكبر، وبالتالي تسبب
في خلق أزمة استراتيجية ذات أبعاد قومية تمثلت بنوع خاص في استحالة تهويد فلسطين طالما كان شعبها حاضرا عسكريا وثقافيا وسياسيا. والذي حصل هو أنه كلما حققت الصهيونية نقلة في بناء مشروعها الاستيطاني عبر هجرة يهودية جديدة، أدى ذلك إلى تصعيد ردة الفعل الفلسطينية وبالتالي العربية، الأمر الذي انعكس بالضرورة سلبا على العمل الصهيوني في إطاره اليهودي القومي. وما من شك في أن المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها كانت عاملا أساسيا في ردع وإحباط الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى ولو بصورة نسبية، ولسيما وأنها كانت سببا فاعلا في عملية نزوح المستوطنين الوافدين في حركة هجرة مضادة بالغة الأهمية. ولقد تبين بوضوح أن التزام القيادات الإسرائيلية عقائديا وسياسيا بتهجير يهود العالم إلى فلسطين وتوطينهم فيها لم يقابله حماس جامح في أوساط المستوطنين القدامى لاستقبالهم واستيعابهم. وقد عبر رئيس دائرة الاستيعاب في الوكالة اليهودية غيورا يوفستال عن ذلك في مقولة مشهورة: إن إسرائيل تريد الهجرة غير أن الإسرائيليين لا يريدون المهاجرين. وفي الواقع فإن قطاعات واسعة شعبية ورسمية لم تكن ترغب في تدفق الهجرة الواسعة على البلد، وفضل البعض أن تكون انتقائية حسب مواصفات حاجة الدولة للطاقة البشرية. وقال رئيس الحكومة الأسبق ليفي أشكول: إن أرض إسرائيل صغيرة ولا نستطيع أن نستقبل كل مهوسي يهود العالم. وتذمر آخرون أيضا من استقدام المرضى والعجزة والمسنين والمشكوك في يهوديتهم، الأمر الذي جعل نظرة الإسرائيليين إلى المهاجرين جدد شديدة التعقيد ومشبعة بالتناقضات ومشحونة بالعواطف وطافحة بالأفكار المسبقة، مما أساء إلى عوامل الوحدة الوطنية وشجع أكثر فأكثر على عوامل التفكك والفرقة بين يهود أشكنازيين ويهود شرقيين ويهود من البيض وآخرين من السود ويهود متدينين وآخرين علمانيين ويهود شوفينيين وآخرين يساريين ويهود أغنياء وآخرين فقراء. من هنا يتبين لنا أن الواقع الديمغرافي لم يكن هو الوحيد الذي قلب ظهر المجن لأصحاب فكرة الأغلبية اليهودية في أرض إسرائيل، وجعل من النقاش في طابع وماهية هذه الأغلبية نقاشا حول مستقبل أمن إسرائيل كدولة في الشرق الأوسط. فهناك الواقع السياسي المعقد داخل الكيان والناجم عن تشبت الإسرائيليين بأرض الميتولوجيا اليهودية وتبنيهم نهج اليمين في محاورة الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى انعدام فرص الحل في المدى القريب، لا سيما ما يتعلق بقضايا لاجئي عام 1948 والقدس والمستوطنات. وغياب أو تغييب مثل هذا الحل لم يفضي إلى تقدم فكرة الفصل بين الشعبين اليهودي والعربي، خصوصا في أعقاب تزايد اعتماد الفلسطينيين على العمليات الاستشهادية في محاربة الاحتلال وتصاعد وتيرة المواجهات العسكرية بينهم. في ضوء ما تقدم تجدر الإشارة إلى المبادرة التي قام بها المركز المتعدد المجالات في هرتسيليا من أجل عقد مؤتمر دراسي سياسي بتطلعاته تحت عنوان ميزان المناعة والأمن القومي بمشاركة مجموعة من كبيرة من الشخصيات السياسية والأمنية والأكاديمية مثل شارون وبيرس وباراك ونتنياهو ومفاز وأفرايم هليفي رئيس الموساد سابقا. وقد أطلق البروفيسور أنور سوفير أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا أثناء المؤتمر تحذيراته الساخرة من أن الساعة الديمغرافية حول إسرائيل تتصارع بوتيرة الفهد
بينما يتسارع اتخاذ القرارات القومية بوتيرة السلحفاء في أحسن الأحوال، مضيفا أن بإمكان النزاع أن يتواصل، لكننا نتناقص مع المزاولة الديمغرافية يعني الساعة الرملية. لذلك يجب على إسرائيل اتخاذ قرار شجاع وصعب للغاية والمبادرة إلى فصل أحادي الجانب. لم يكن سوفير هو الوحيد الذي طرح فكرة الفصل، وبالإمكان القول أن تطور الواقع الديمغرافي السياسي في البلاد خلافا لتطلعات المشروع الصهيوني قد عمق المخاوف من الزحف العربي على الدولة اليهودية بعد أن تبلورت مجموعات سكانية عربية فلسطينية في مناطق التماس، بالتحديد محولة بعض التجمعات السكانية اليهودية إلى جزر صغيرة في محيط عربي كبير، تماما كما هي عليه الحال اليوم بالنسبة للمستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا ناجم بالطبع عن سياسة زرع الاستيطان اليهودي في كل مكان في الخليل كما في الجليل بصورة تعسفية استفزازية، إلى جانب غياب أفق سياسي للحل مع حكومة إسرائيلية يمينية بقيادة أرائيل شارون، مما يجعل الواقع الديمغرافي المركب يشجع على فكرة الفصل التي اعتمدها شارون بصورة جزئية في الجدار الفاصل، ويعتمدها زعيم حزب العمل الحالي عمرام ميتسنا كمشروع استراتيجي للحل تلافيا للتدهور والفوضى التي يمكن أن تنتشر في كل الاتجاهات. إنه من المؤكد أن الآباء المؤسسين للصهيونية لم يحلموا بواقع فوضوي مختلط كهذا، وهناك شهادات ووثائق تدل على أنهم حرصوا كثيرا على تجنبه. فقبل نصف قرن امتنع دافيد بن غوريون مؤسس الدولة اليهودية عن ضم العرب الفلسطينيين المتبقين في وطنهم بعد عمليات الترحيل في السنوات 48-49، خشية حصول دمج بين مناطق الدولة اليهودية والتجمعات العربية الكبيرة. ويشير الأستاذ الجامعي دان تشيفنتين في كتابه حتمية الفصل الصادر عن جامعة حيفا عام 1999 إلى أن بن غوريون في أواخر ما يسمى حرب الاستقلال امتنع عن احتلال البلاد كلها، مع أن القوة العسكرية كانت تسمح بذلك. وقد دل هذا القرار التاريخي على الأهمية التي أولاها لتجنب نهش ما لا يمكن ابتلاعه، ومدى الخطورة الكاملة من تجربة ابتلاع ما لا يمكن هضمه من الأساس. وفي نظرة إلى الوراء يبدو أن عدوان الخامس من حزيران عام 1967 قد فتح شهية حكومة إسرائيل برئاسة ليفي أشكول على الابتلاع، مما جعلها تحصل على أكثر من 2 مليون فلسطيني إضافي فيما يسمى أرض إسرائيل الغربية. وهذا كان في خطوة تمرد سافر على رغبة أولئك الآباء المؤسسين، مما أوقع الجميع في المأزق السياسي الأمني الدامي المتوالية أو المتوالي، وقائعه وأحداثه الجسيمة والمأساوية يوميا في حرب وجود مفتوحة على أخطر الاحتمالات، ليس فقط على مستوى العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، بل أيضا على مستوى محنة الحسم الجيوسياسي التاريخي في المنطقة كلها.